السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم يوم سعيد وشهر مجيد وسنة عظيمة بالنسبة لكم كلكم. النهاردة زي ما انتم شايفين الصور دي كلها عن الإخوة محمدوف، محمد علي كلاي، محمد صلاح، محمد فرح، محمد الدرة، محمد رمضان، محمد محمود اللي هو اسمه ايه، ليه اسم تاني مشهور بيه كده، هو حمو بيك. هو المحاضرة النهاردة اليوم والكلام النهاردة هتكون على التفاهة. التفاهة، وفي كتاب احنا هنرجع له في بعض تعريف التفاهة اللي بتصيبنا حاليا وبتتماشى مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على عصر الرويبدة اللي احنا بنعيش فيه. طبعا لما ننظر لمحمد علي كلاي عارفين موقفه من الحرب ضد فيتنام، وبعد كده اسلامه، وبعدين محمود صلاح عارفين موقفه كلاعب مشهور في العالم جدا، لاعب دولي كبير جدا، ومو فرح برضك ليه بعض اللي هو القيم والاخلاقيات، وكذلك كيف قتل الطفل الصغير محمد الدره منذ 19 سنه دفاعا عن غزه وعن فلسطين. محمد رمضان كان يعني انا كنت اتفرج عليه، هو اول ما طلع كنت بعتقد انه هيكون زي واحد ممثل كبير اسمه احمد زكي، عنده كل الامكانيات لتستطيع ان تعمل نجم مشهور جدا، لكن للاسف المنتجين حولوه لشيء اخر زي ما احنا شايفين. اما الشخص ده انا ما اعرفوش، لكن هم بيسموه حمو مش عارف يعني ايه، لكن هي يعني شوف انتقلنا من ناس عندهم القيم العظيمه دي كلها، احدهم يعني استشهد في سبيل الله والباقيين ما زالوا محافظين على قيمهم، الى ان يجعل منا المنتجين السينمائيين والمخرجين يحولوا هذه الامكانيات عند النجوم الى اشياء يعني ليست لها قيمه بعد كده. طبعا بشكر في الماده العلميه دي احمد الشيخ وسحر عامر وعبد الرحمن نحاس في اعداد هذا الموضوع. ده يعني معنى قيمه التفاهه. التفاهه هي افراغ الشيء من قيمته الحقيقيه. ده في كتاب عمله واحد اسمه ألان دونو كندي، وكان بيجسد مفهوم الحقيقي لواقعنا الحالي في كتاب اسمه نظام التفاهة، والكتاب ده ظهر عام 2015. في الكتاب ده ألان دونو بيتكلم على ان التافهون قد حسموا المعركة، اللي هم الرويبيضات اللي بيتكلم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرن، ويقصد بذلك استخدامهم اساليب البلاهة والرداءة والضحالة والحماقة في سيطرتهم الجديدة على المجتمع. هؤلاء هم التافهون الذين يتحكمون في المجتمعات الآن، سواء كانوا نجوم أو كانوا علماء مدعي العلم إلى آخره. بيقول أيضا ألان دونو إن لا لزوم، بيقول لك يعني في كتابه يعني بيقول لك الناس دول يعني بيقول لك إيه، ما تقراش الكتب المعقدة، يعني الكتب القديمة، التاريخ، الكتب اللي فيها الفقه، الكتب فيها التراث، الثقافة، ما تقراوش، لا تقرأ الكتب المعقدة ولا تكن فخورا بما تقرأه وعندك روحانيات عالية، فده بيخليك قدام الناس متكبر، يعني بيبعدك تماما عن أصول العلم والمعرفة. هكذا يتحدث ألان دونو في الكتاب بتاعه. وما تقدمش أي فكرة جديدة، اوعى تفكر في حاجة جديدة المجتمع ما يحبهاش، لا تقدم أي فكرة جديدة هتستهلك، ولو قدمت فكرة جديدة هتكون عرضة للنقد من مين؟ من التفه أو الرويبيضات. ولا تقدموا أي فكرة جديدة، وان قدمت اي فكره فتكون عرضه للنقد ولا تحمل نظره ثاقبه، يعني لا تقدم فكره ولا نظره ثاقبه ولا راي ولا تقرا كتب قديمه من الكتب اللي تعلمك التراث والثقافه والقيم والاخلاقيات. بيقول لك ايه بقى ألان دونو في نفس الوقت، اما تيجي تتكلم قدام الناس قدام التلفزيون تعمل كده، تبقى احلق بعينيك كده عشان الناس تقول يا سلام شوف هنعمل ازاي، وبعدين تدلل شفاويها كده، تدلدلها للناس، وبعدين بعد كده هو وتفكر بفكر ميوعي، يعني تقعد كده بتتمايل كالنساء الى اخره، وتكون مستعد دايما انك تتحط في قالب، كل ما يجيبوا قالب جديد تقوم انت داخل فيه، كل ما يجيبوا قالب جديد. هكذا يتحدث ألان دونو على التفه وكيف نصنع التافهين وكيف نصنع الرويبيضات. فبيختم الكلام بتاعه بيقول تغير الزمن، فالتافهون قد امسكوا بالسلطه. لقد تغير الزمن فالتافهون قد امسكوا بالسلطه. ده كلام ألان دونو
في 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 الكتاب بتاعه. نرجع بقى هنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتاع اللي رواه ابو هريره رضي الله عنه اللي بيقول ايه، سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبده. حتى العرب الصحابه ما كانواش عارفين يعني ايه الرويبده. فلو مر رويبده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل التافه او المراه التافهه يتكلم في امر العالم في امر العامه، رواه ابو احمد وابن ماجه وغيرهم وهو صحيح. اما ننظر لحديث صعب بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قاله من اكثر من 14 قرن من الزمان، الذي يجسد لنا مدعي العلم، مدعي الثقافه، مدعي المعرفه، مدعي الفنون والاداب والاخلاقيات الى اخره الى اخره الى اخره، يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب، ويتحدث هؤلاء الرويبضات في التلفزيونات وفي المنابر وفي المؤتمرات الى اخره. فهذا بالضبط ما كان يتكلم عنه ألان دونو في التافهون قد حسموا المعركة، وهذا متحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. لما ننظر إلى إيه المظاهر بتاع التفاهة، هتلاقي التافه الإنسان التافه بيتنطط كتير، بيقفز ويرقص ويصرخ ويستهبل، بيتكلم كلام ملوش أي معنى، يجيب لك الماضي مع الحاضر والحاضر مع الماضي والمستقبل مع المضارع إلى آخره، يعني أي كلام في أي حاجة يقول لك يا سلام ده راجل فيلسوف وهو ما فهمش حاجة، يعني يلخبط الكلام في بعضه فالناس تتوه، كلام بلا معنى، ضحل في الكلام بتاعته، كلام رديء. التفاهة التافهون إيه؟ ها بيتمتعوا بشهرة متميزة لأنهم بيقولوا الشيء الغريب اللي يخلي الناس تنبهر بشيء هي مش فاهماه، يفتكرون انهم فلاسفة. يبقى القفز والرقص والصراخ والاستهبال والكلام بلا معنى والضحالة والرضاء إلى آخره. لقد أصبح لصناع التفاهة دور جديد في المجتمعات، يعني هناك في ناس في مكن وفي مؤسسات بتصنع التفاهة. دور جديد في المجتمعات وأخفت كل أكفاء البلد بالشوي. يعني هذه الماشين هذه المكنة أظهرت وأبرزت التافهين التفه الرويبضات وأخفت أو أزاحت أو قتلت ضمنيا المبدعين والمفكرين الحقيقيين من أبناء البلد من الشباب، هم المبدعين والمثقفين والمفكرين والفنانين الحقيقيين الذين عاش أغلبهم في صمت وهدوء بين أكوام من الأشواك فلا كاد يبصرها ويلمح جمالها إلا القليل. مين بقى اللي بيسقفوا لمين الناس؟ عامة الناس بيسقفوا للتافه. لما تبص كده كتير جدا من الناس على السوشيال ميديا او في التلفزيونات او كده بيسقفوا لمين؟ للتافه. الرجل الذي عنده علم لا تبرز له المنابر، والمرأة التي عندها علم لا يبرز لها لا تفرز لها او المنابر ايضا. بين تشفقات المتابعين وبركات الجميع تسليط اضواء والاحتواء يتوج التافه بطلا وتصبح تفاهته فنا وصناعة ورمزا وطريقة للنجاح المأمول. حتى لما نخش في الدراما نجد في أفلام قديمة كبيرة جدا في السينما المصرية أو غيرها زي الأرض، زي شيء من الخوف، زي دعاء الكروان، حاجات كتيرة اتعملت في تمثيليات زي بابا عبده، زي لن أعيش في جلباب أبي. دي كانت تمثيليات ودراما كان ليها قيمة وممثلين حقيقيين محترمين، مش زي الممثلين اللي هنتكلم عنهم. شوفوا الموسيقى، نشوف الأدب، نشوف الشعر إلى آخره، كان يختلف تماما عن الشخصيات اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي اللي هي صناعة التفاهة وخارجة من مصانع التافهين والترفه اللي بنتكلم عنهم واللي بيجسدوا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده ايه هي اسباب انتشار التفاهه؟ عايشين في عصر التفاهه او الرويبضات. ايه الاسباب بتاعتها؟ اول حاجه ان المهنه بتاعتنا كطبيب او كمهندس او مهندس زراعي او مدرس اصبحت فقط وسيله للبقاء وليس لها قيمه حقيقيه في المجتمع. يعني انا بروح المستشفى عشان اعالج الناس وامشي، لكن القيمه الحقيقيه الاخلاقيه مش موجوده عندي في المهنه بتاعتي، راح خلاص. انا بروح بشتغل عشان اعيش فقط. ان الحكم السياسي اصبح تقنيه إدارية فقط، ما فيهوش أي قيم أو مبادئ أو أخلاقيات أو مفاهيم عليا. أصبحت الدول تدار كشركات خاصة
لان عارفين احنا اللي هي الشركات عبر القارات دي بتتحكم حاليا دلوقتي في اقتصاد كل دوله في العالم او اغلب الدول في العالم، فبتفرض على مثل هذه الدول ثقافه ها هذه الشركات العبر القارات، فاصبحت الدول تدار كانها شركات خاصه اساس ادارتها هي المصلحه الشخصيه وليس المصلحه المجتمعيه. اصبحت المصلحه العامه مفهوم مغلوط مش بيطبقوه دلوقتي، غير قابل للتطبيق. اصبحت العقول بتبرمج نفسها على الحاجه، اصبحت العقول تتناسب مع حاجات ومتطلبات الشركات الماديه المصنعه. يعني ايه؟ انا بشوف الشركه عبر القارات او شخصيه المجتمع اللي هو كشركه خاصه، فانا مبرمج عقلي على ما تطلبه هذه الشركه وما يطلبه المجتمع من الاعمال اللي هو عايزها، لا اكشلي مش ما يطلبه المجتمع، ما يطلبه الشركات الماديه المصنعه لمثل هذا الفكر. واستبدلوا السياسه بمفهوم الحوكمه، حوكمه لماذا؟ علشان يتحكموا ها؟ لا يمكنوا المجتمع. واستبدلوا الاداره الاراده الشعبيه بمفهوم المقبوليه المجتمعيه والمواطن بالشريك، يعني شريك وخلاص يعني مش ملوش حيز في الوجود. كذلك دي في اسباب اخرى طبعا لذلك كل الكلام ده بيتكلم عن الالم دينه. في اسباب اخرى مثلا زي الجهل والاغراء وفقدان الثقه بكل شيء والتفكك المجتمعي والهوس بالموضه. الموضه دلوقتي اصبحت اقوى من الدين يعني كتير جدا في كل مكان، سواء كان الموضه بالنسبه للبنات او بالنسبه للشباب اصبحت اقوى بكتير جدا من الدين. ما تقولش دين، ما تقولش ثقافه الى اخره. الهوس بالموضه، هدم التعليم اصبح ديدنا من 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 ديدنا تقوم به هذه الدول. السرعه في استقطاب التافهين، دائما ياتي الاعلام وتاتي مثل هذه الماكينه التي تصنع التفاهه والتفه لكي تستقطب التافهين فقط اللي هم يعلوا قيم التفاهه في المجتمع. الحمقى هم اللي اصبحوا المشير، اما العلماء والادباء والكتاب والمفكرين فدول اصبحوا في اعداد التاريخ او في اعداد الموت. ايه المنهجيه اللي بتعمل التفاهه اللي بتصنع التفاهه؟ يعني زي ما تقول احنا مثلا، انت مثلا في كره القدم في اكاديميات دلوقتي، في برشلونه في اكاديميه، في ريال مدريد في اكاديميه، في مانشستر يونايتد في اكاديميه، في الاهلي في الزمالك في الاكاديميه، وهكذا يعني في العالم كله. هنا بيعطيك في منهجيه تصنع التفاهه، هي منهجيه مدروسه لايه؟ لالهاء الشعوب وتحريف اهداف الشعوب. يعني دي منهجية معمولة ومدروسة لإنهاء الشعوب وتحريف أهدافها وتشتيت قواها، ها؟ وحول لكي تحول انتباه الشعوب ومفكريها ومثقفيها من القضايا الهامة والمصيرية إلى وابل من الإلهاءات والاهتمامات التافهة والهامشية، حتى وصلنا إلى رموز وهمية وبطولات زائفة وانصارات افتراضية. شوف شوف إيه هي بتوجه الناس إنهم يمشوا ليس في بناء الوطن، ولكنهم في ان يلتهوا بالاشياء التافهه داخل الوطن. المنهجيه اعتمدت على ايه؟ على صرف الناس عن تعلم كل شيء بناء. صرف الناس عن تعلم كل شيء بناء واقعي من المجتمع، يعني بناء واقعي وفعال، وابعدتهم عن العلوم وعلمتهم حب الاختلاف. يعني دايما القاعده يقول لك ايه؟ خلاص نختلف مش مشكله، احنا عايزين نتفق. ازاي نتعلم نتحاور ثم نتفق؟ وعلمتهم حب الاختلاف والحروب والاقتصاد المنزلي، يعني خلاص يبقى انت اشتغل في بيتك الى اخره. وحياتهم الجنسيه، اصبح العمل بتاع الشخص في المنهجيه بتاعته ان هو يبتدي يكيف حياته على متطلباته الشخصيه فقط. المنهج ده حقق نتائج مذهله في تدمير ايه؟ الاخلاقيات اللي ادت الى خراب المنهج. يعني كل هذه المنهجيات التي تصنع التافهين والتفه هي ادت الى اخلاقيات. شوفوا الاخلاقيات في الشعوب العربيه دلوقتي او في الشعوب حتى الاوروبيه او في الشعوب الاسيويه تختلف تماما عن جيل الاربعينات والخمسينات والثلاثينات والعشرينات من القرن الماضي، وكل يوم في انحدار اخلاقي وانحدار في القيم الى اخره. المنهج ده بقى اصبحت صناعه طغت، يعني صناعه التفادي طغت على بقيه كل صناعات المجتمع، وكانك انت عندك صناعه الحديد والصلب والسيارات والطيارات والطرق والزراعه الى اخره. اصبحت صناعه التفاهه صناعه اقوى من كل هذه الصناعات داخل المجتمعات، فلم يبقى في تلك المجتمعات الا مين بقى؟ مين بقى اللي فاضلين؟ المهرجين والمزيفون والمشاهير الغفله والراقصون والحمقى.
شفت قديه اصبح في صناعات مجتمعيه زي ما قلنا الزراعه والمياه والسلاح والطيران والاقتصاد والسياحه الى اخره الى اخره، واصبح في صناعه التفاهه اللي افرزت لنا هؤلاء المهرجين وهؤلاء المزيفين ايضا. من المنهجيه ايضا هي تلك المنهجيه الصناعيه اللي اخفت كل المبدعين في المجتمع. انزل المجتمع بتاعك حاليا وانظر المجتمع بتاعك من 20 سنه و 30 سنه وشوف من هم المفكرين. شوف في الادب هتلاقوا فيه طه حسين وهتلاقوا فيه العقاد وهتلاقوا فيه طه حسين والعقاد ونجيب محفوظ الى اخره والرافعي وكتير جدا. هتلاقي في التمثيل هتلاقي في ناس عظماء زي يوسف وهبي وزي ليلى مراد وزي انور وجدي وزي محمود المليجي وزي فهد حمامه وعمر الشريف واحمد رمزي، وشايفين الشخصيات اللي طالعه لنا اليومين دول اللي هي مش عارفين جاي منين. والمغنيين هتلاقي في عبد الحليم حافظ وهتلاقي في محمد عبده حاليا لسه ما زال يحيى، وهتلاقي في ام كلثوم وهتلاقي في محمد عبد الوهاب، وهتلاقي اللي بيسموه مش عارف ايه، يعني مش عايز بس ايه اتكلم عن شخص بعينه عشان ما نسقش للناس. الفرق كبير جدا، المزيكا الاغاني الكلمات كل هذه الاشياء اللي بنتكلم عنها. وبالك هي اخفت كل المبدعين والمفكرين واصحاب العقول والقدرات والمشاريع وشردتهم حتى اصبحت التفاهه في الصفوف الاماميه التي تقود الدول والمجتمعات الى الانهيار والانحطاط ومصاف التخلف والحديد والدمار. ده منهجيه التفاهه، صناعه التفاهه. هي ايضا اعطت الحياه بعد افقي للتفكير يربي فقط في الحاجه البيولوجيه اللي هم متطلبات الذات الذات ونهايه والموت والحياه وابعاد البعد الشمولي اللي بيتغلب على كل هذه الاشياء، واصبح الـ يعني الاكل والشرب والده اللي احنا بنسميه الانسان البيولوجي اللي عايز متطلباته في الحياه فقط يعيش بها، واعتمد على الخروج من الذوق العام والقيم والمبادئ والاخلاق المجتمعيه واستبداد المشاعر الى عشان من اجل النجاح. اهم حاجه في الموضوع هو النجاح والشهره باي ثمن باي وسيله نقدر نحصل عليه. كثير جدا من الدول بدات تشعر بالخطر، يعني في امريكا وفي كندا وفي الغرب وفي اماكن كثير جدا، وبدات تعمل حملات علشان توقف صناعه التفاهه دي، يعني ستوب ميكينج ستوبيد بيبل فيموس، يعني توقفوا عن جعل الاغبياء مشاهير. حتى الان بنجد ان بعض زعماء الكبار في العالم يتميزوا بتفاهه عاليه جدا وغباء يعني منقطع النظير دون ذكر اسماء ناس. بعد كده ازاي نعالج التفاهه بقى؟ اهم شيء في علاج التفاهه ان هو نحارب الفساد اللي موجود في المجتمعات. انا كلما زرت دوله في افريقيا وغير افريقيا الاقي الفساد اصبح دلوقتي هو القاسم المشترك الاعظم لكثير جدا من الدول اللي هي دول اصلح مصادرها كثيره جدا وهي غنيه جدا لكن شعوبها فقيره. ليه؟ لوجود الفساد ده اللي بتدعمه دول عظمى ايضا. يبقى اول حاجه محاربه الفساد المنتشر في الدول اللي بتلهي الحكومات، اللي بتخلي الحكومات بتاعتها الدول دي تلهي الشعوب ايه في الاشياء التافهه عشان هم يتمكنوا من نشر الفساد وتمكين الفساد داخل المجتمع. طبعا كل الدول اللي بنتكلم هي دول طمعيه وغير ديمقراطيه، طبعا بدون ذكر اسماء الدول اكيد انتم عارفين ايه هي الدول دي، سواء كانت الدول دي موجوده في العالم العربي او في اسيا او في افريقيا الى اخره الى اخره. اول اشياء اول خطوه من خطوات علاج التفاهه هو رفع الوعي لدى المواطنين. رفع الوعي عن طريق عمل اعلام بديل مستقل ينافس الاعلام الرسمي الذي ينشر التفاهه ويجيب مذيعين تفه ورويبضات وسيئين من خلال مجموعات اعلاميه تتكون من المؤمنين بالقيام بهذا الدور. الاهتمام بالفنون والاداب والثقافه والتراث الشعبي القديم والتاريخ. الاهتمام بالدراما، حتى الدراما مهمه جدا، انا يمكن ذكرت بعض التمثيليات وذكرت بعض الافلام، ليه؟ لان دي بتكون اصبحت دلوقتي مكون مهم جدا من داخل مكونات الاسره اللي بنتكلم عنها. اصبح القصائد الشعريه واصبح الاغاني والالحان جزء من تكوين الشخصيه المجتمعيه اللي هي عايشه في العصر الحديث حاليا. الاهتمام بالفنون، الاهتمام بالدراما المجتمعيه وترسيخ القيم المجتمعيه القيمه والقدوات والرموز المجتمعيه الصالحه. انا اتكلمت في كل مره انا بتكلم عن الشباب اللي هم البنات والاولاد اللي بيكونوا ما لا يقل عن 50% من المجتمع. الاهتمام بالشباب
أول شيء في الإمام بالشباب إنه خلق فرص عمل للشباب، بناء مؤسسات شبابية ثقافية وفكر شبابية في الثقافة وفي الفكر والرياضة البدنية، عشان الفتوة اللي عندهم، الاستثمار في بناء الساحات الشعبية عشان إيه الرياضة، الاستثمار في إقامة مسابقات في كافة المجالات العلمية والتخصصات، تشجيع القراءة وبناء المكتبات. إحنا أصبحت من أمة اقرأ لأمة يعني جهل، يعني أصبح دلوقتي عدد ساعات القراءة للشباب والشابات في العالم العربي أو العالم الإسلامي يكون في اليوم أقل من ساعة، لكن عدد المكوث، عدد الساعات المكوث على التليفون أو على الآيباد أو اللابتوب بتاعنا قد يكون 10 ساعات أو 15 ساعة. الاستثمار في العمل الكشفي المجهد اللي هو سواء كان بالنسبة للأطفال أو بالنسبة للشباب، مكتبات العامة، تشجيع التعليم المهني. في بعض الشباب مش قادرين يكملوا التعليم الحكومي الإلزامي ده، مش معنى كده إن هو فشل، لا، أنا أعمل له تعليم آخر بديل، والدولة والمجتمع يحترم الموظف المهني ويحتمل خريج الجامعة وخريج الدكتوراه إلى آخره. يعني تشجيع التعليم المهني للشباب غير قادر على الاستمرار في التعليم الحكومي التقليدي. الاستثمار في الأسواق الشعبية، في بعض الشباب لا عايز يتعلم مهني ولا عايز يتعلم في الحكومة، لكن عايز ينزل يشتغل، من يعني ما عندوش رغبة في التعلم، ما عندوش رغبة في التعلم إلا هو يعني كان يكون جيد في يعني عمل حاجة في البيت، عمل أكلة في البيت، عمل شيء من التجارة. فأنا بنحاول نعمل له أسواق شعبية تستطيع من خلالها إن هو أو هي تستطيع إنها تبني الاقتصاد المنزلي بتاعها. ده نمرة 2 بالنسبة للشباب. نمرة 3 بالنسبة للقطاع، يعني لابد يكون في بنبني قطاع مدني قوي داخل المجتمع من خلال بناء مؤسسات مجتمع مدني قوية. أنا هقعد أقول مؤسسات مجتمع مدني قوية مستقلة عن الحكومة وعن كل حاجة. ليه؟ لأن هي دي أحد عوامل ضمان محاربة التفاهة وإعلاء قدر المبدعين والمفكرين والعلماء في داخل المجتمع. نمرة 4 الإصلاح الحكومي. في حكومات فاسدة، أهو أهم شيء في الإصلاح الحكومي هو استقلالية مؤسسات الدولة عن الحكومة المركزية التنفيذية. لا تتسلط الحكومة المركزية على مؤسسات الدولة، مؤسسات الدولة هي تراقب الحكومة المركزية التنفيذية. استقلالية مؤسسات الدولة عن الحكومة وإعطائها تمكين الرقابة والتشريع. الاستثمار في التعليم، في التعليم، في التعليم الجيد الجاد والتعليم التطبيقي كذلك. الاستثمار في برامج محور الاميه للكبار والمتسربين من التعليم، زائد الانفاق على المشاريع الخدميه. يعني اغلب الدول القمعيه 70 ل 80% من مالها بيصرف على الادارات الامنيه فقط، واقل من 10% او 15% تصرف على المشاريع الخدميه الاجتماعيه. انا ما زلت اتذكر مثلا في ماليزيا، ان كانت ماليزيا من احد الدول الفقيره جدا في الستينات والسبعينات، ولما جت الحكومه بتاعت مهاتير عملوا استراتيجيه انهم يصرفوا حوالي 23 ل 25% من ميزانيه الدوله على التعليم، فاصبحت ماليزيا حاليا من احد النمور التسعه في جنوب شرق اسيا. بعد كده الخاتمه بقى، احنا اتكلمنا عن ايه؟ من هم التفهه؟ من هم الرويبات اللي كان عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يصنع هؤلاء الناس؟ الخاتمه بتاعتنا من هؤلاء يقول انتشار هذه الفئه من صناع التفاهه في مصانع تصنع التفاهه، سواء كان في الاعلام، سواء كان في الدراما، سواء كان في السياسه، سواء كان في المؤسسات الدينيه، سواء كان في المؤسسات الاجتماعيه، سواء كان في المؤسسات الامنيه، سواء كان في المؤسسات العسكريه الى اخره. ان انتشار هذه الفئه من صناع التفاهه في المجتمعات لم يكن يجد قبولا لولا التسويق. البعض لهم ونشر مقاطعهم عبر برامج متنوعه واستفاضه. يعني انت لما تلاقي انسان تافه، بدل ما يعني تمحو الكلام اللي بيقوله ما تشيروش. كلما شيرت كلام، يعني شيرت يعني نشرت اللي هو الكلام اللي بيقوله هذا التافه، بينتشر سمعه لهذا التافه. برامج متنوعه واستضافته في بعض وسائل الاعلام، هم بيجيبوا التافهين. يعني مثلا انا كنت في لقاء مره في القاهره في 2012 و13، فالمفروض احنا بنتكلم عن الدستور او بنتكلم عن اللي هو القوانين بتاعت الجمعيات المدنيه في نفس الوقت ده. جايبين واحد قدامي عايز يتخانق معايا، فانا قاعد بتكلم معاه قبل الاجتماع، الراجل مش عايز يكلمني. طب ليه يا ابني ما تكلمنيش؟ وقعد مكشر في وشي. اسلم عليه مش عايز اسلم، وانا ما اعرفوش وعمره ما شافني قبل كده. اكلمه افتح معاه وانا مش عايز اتكلم. طب احنا جايين عشان نطلع نتخانق مع بعض،
في التلفزيون فتطلع انت بطل وانا اطلع ايه انت انت منتصر وانا مش منتصر. وكان الراجل ده ايه رئيس اتحاد مش عارف كذا مش بدون ذكر الاسماء، وجاي وهو يعني مستعد ان هو يخش يدمرك على الملا. ليه؟ ده اللي احنا بنقول عليه دي ثقافه الخلاف ولا ثقافه اللي هو ايه التدمير على الملا امام الملا. استفدت في بعض وسائل الاعلام وابرزهم على انهم صناع التغيير والمنهمون الحالمون ذوي الاوصاف الجميله والاهداف الساميه والسعي للتقديم. انا اتذكر ما زلت اتذكر كلمه قالها الدكتور علي جمعه وهي كانت تكون حقيقه، كان يقول اصبح الدين مجال وليس علم. بمعناها ايه؟ بمعنى ان الدين اصبح يفتي فيه الراقصه والراقص والساقط والساقطه، فكل واحد بيفتي فيه. الدين مش مجال، السياسه مش مجال، الادب مش مجال، الفنون مش مجال، اقول لك يا ربي تاني الصناعه مش مجال، الزراعه مش مجال، دي علوم، علوم لابد ان يتكلم يفتي فيها، مش يخش كده طربوش مجوف من جوه يعني يتكلم في اي حاجه والناس تقعد تسقفله مش فاهمه حاجه. استضافتهم في وسائل وابرازهم على انهم صناع التغيير ومنهمون الحالمون ذوي الاوصاف الجميله والاهداف الساميه والسعي لتقديمهم كانموذج يحتذى به للاجيال. في شخصيات بنشوفها في التلفزيونيه حيزبونيه، يعني ايه؟ ناس خلاص قاربوا على التسعين وافكارهم خارج التاريخ وخارج الجغرافيا وخارج التربيه الوطنيه وخارج الحياه، لكن الاعلام يصر على انهم يجيبوا، لان ماكينه صناع التفاهه عن طريق هؤلاء الرموز اللي بنتكلم عنهم. علشان يكونوا النماذج يحتذى بها الاجيال الناشئه والقادمه. ذلك علينا علينا ذلك خطر بيننا ان لم نعمل على حل هذه الصناعه، صناعه التفاهه ومحاربتها، ستجني مجتمعاتنا اجيال كارثيه. كارثيه انها حتسوق للتافهين. فيجي الاطفال في الاجيال القادمه والمراهقين يعتبروا ان هؤلاء الناس هم مين؟ هم طموحاتهم المستقبليه وهم القدوات المستقبليه لهم. وما الربيع العربي الا كان تجربه سقط فيها الكثير من العلماء والدعاة والمفكرين والسياسيين الى اخره الى اخره الى اخره. من منهم سيفكر واحد من يصبح معلما من الاطفال دول؟ اطلع مدرس ليه؟ اوجع دماغي ليه؟ اطلع مهندس ليه؟ اوجع دماغي ليه؟ اطلع طبيب ليه؟ اوجع دماغي ليه؟ اطلع تافه. كسب السريع والشهره السريعه. من ابنائنا سيفكر واحد من يصبح معلما او طبيبا او عالما او الى اخره؟ وهنكتفي بالكلمه اللي قالها ألان دينوف في كتابه في الاول، واحنا نشكره ونشكر الشباب اللي هو احمد الشيخ وسحر وعبد الرحمن النحاس التافهون. هل هم فعلا قد حسموا المعركه ولا المعركه لها معارك اخرى ممكن نتصارع فيها او نتدافع فيها لكي نبرز الحقائق للمجتمع؟ جزاكم الله خيرا، نلتقي بعد ربع ساعة إن شاء الله، ساعة واحدة وربع باللغة الإنجليزية إن شاء الله. In 15 minutes we'll have the same talk, the Mohammadov brothers in English, and we'll talk about foolishness and how can we produce and make the industry of fools. Not the Arabic fool which made in Egypt, but the English fool which make the foolishness. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.